طيب ايه اللي بيحصل؟ العقرب عايز ايه الفترة دي؟ عايز قوة، محتاج قوة انتصار، حاسس ان هو في ما تفهمش، في تشالنج، في امتحان، في حاجة، عايز قوة علشان يكسب معركة ما، بس المعركة دي مش مع الشريك. نو no. نفسه في ايه؟ نفسه في عودة صديق او حد قديم يعرفه، لان هو متوقع المساعدة منه، ان هو ده اللي ممكن يساعده في الموقف اللي هو فيه ده، هو بس، فهو محتاج مساعدة الشخص ده. شايف شريكه ازاي؟ The sun، الصحة، الفرح، الاحتفال، النجاح، الحب، الشمس، يعني كل حاجة، أعلى طاقة، أكبر طاقة، يعني حب، حب جميل الصراحة. الطاقة بقى ما بينكم فيها ايه؟ Ace of Wands، رزق من عند ربنا، حاجة يعني طاقة برضو حلوة جدا، طاقة خير، طاقة حب، يعني طاقة صراحة حلوة قوي. الشريك عايز ايه؟ الشريك برضو شكله منهك، تعبان من حاجات معينة، برضو خارج العلاقة، واضح انها خارج العلاقة، ومحتاج، محتاج تحفيز، محتاج يتحفز، لان الكارت ده بيقول ان هو ممكن يقدر يعمل اكتر، بس محتاج تحفيز. نفسه الحالة المادية بتاعته تتحسن، ده هو ده اللي شاغل تفكيره دلوقتي. شايفك ازاي؟ شايفك عندك مثقل بالمشاكل ومثقل بالعقبات. كويس ان هو شايف ده، يا رب يكون مقدره، يعني اتمنى يكون مقدره. في حالة دفاع عن النفس الفترة دي، فواضح ان في حد في حرب، او انتوا الاتنين في حرب يا عقرب، في حالة دفاع عن النفس، او حالة منافسة شديدة، لكن مشاعر حلوة برضو، مولود جديد، ده برضو بيجي الناس المتجوزين، ممكن يكون مولود جديد، وممكن تكون مشاعر هتقوى اكتر، وحالة مادية ان شاء الله هتتحسن عليكم انتوا الاتنين. طيب واضح ان كل العصيان اللي انا شايفاها دي كلها من بره، كلها من بره، كل اللي انتوا محتاجين انتوا تساندوا بعض. يمكن يكون الشخص اللي محتاج يتساند يا عقرب، اللي محتاجه يسندك هو شريكك، و اعتقد ان هو فاهم، هو شايف متاعبك، شايفها، هو شايفك كده مش قادر تشيل مشاكلك من على الارض، فان شاء الله هيساعدك وهيمد ايد المساعده ليك. الطاقه زي ما قلت لكم، الطاقه تحفه، ايس اوف وانز، طاقه ابداع، بتبدعوا ازاي تساعدوا بعض وازاي تكونوا مع بعض بشكل احسن. القرايه برضو حلوه قوي، دي الحاله العاطفيه للمجموعه الثانيه. اوكي، عادي جدا يا سهام، ممكن جدا بإذن الله يا علا، فعلا كويس يا منال، حاضر يا سيف. الضحكة دي مفهومة طبعا، ها؟ مفهومة مش كده؟ يلا ايه اذا ممكن وكتش. ابو ياقوت، ايه سؤالك؟ إيه؟ انت مديني تاريخ، إيه اعمل ايه؟ الدلو اتقال يا باسو، موجود في الصفحة حبيبتي، لذيذة خالص وكيوتة بجد، من برجي بس بحب طريقتك التانية يا حبيبتي، يا مارو ميرسي، انتي العسلية والله. العقرب هيكسب قضية ولا لا؟ ايوه، اللي بتسأل السؤال ده، انا شفت انتصار، شفت تهنئة، وشفت حاجات حلوة جدا، ان شاء الله هيكسب. نسمع كلام حلو بقى، ان شاء الله يا دينا، انتي التالتة، المجموعة التالتة حالا حبيبتي. اوكي، ماجدة، خلينا نسأل these kind of questions for one card draw at the end of the reading. العفو يا ريهام، على ايه حبيبتي؟ right، ناخد بقى المجموعة الثالثة والأخيرة، برج العقرب، بتبتدي من 10 لحد 21، لحد 20 يناير، من 10 ل 20 يناير بإذن الله يا شمس، إن شاء الله ربنا يبشركم بالخير كله يا رب.
اوكي انا برج الجدي بس بحب اتفرج عليكي. ميرسي يا هبوب. اه طبعا خلاص، انا الاسم عندي مش باين انت ولد ولا بنت. هبوب لولي، افتكر انت بنوته. انا عرفتك خلاص من اللايف اللي فات. اوكي ميرسي يا مجوده. المجموعه الثالثه والاخيره برج العقرب، الحاله العاطفيه، قصدي الحالة العامة، الحالة العامة. اوكي ايه كل الكوينز دي؟ طيب بص يا عقرب، ومش عايزاكم تخافوا، لان يعني هقول لكم حاجة وهفرحكم بعدها على طول. في خسارة هنا، او يحبذا تكون خساره ماديه، علشان في حاجه حلوه جايه بعدها. الهم طبعا والزعل بتاع الخساره، يعني ما تاخدش وقتك في موضوع الزعل ده، عشان ان شاء الله في تطور مادي حلو جدا جاي لك. ال 9 of pentacles، حاله امان وسكيورتي من الناحيه الماديه، وحاله تطور كويس جدا. وخدوا دي كمان بقى، king of pentacles كمان، الاثنين تطور مادي اكتر، وبيوصفك انت شخص كريم، وانت فعلا كريم جدا يا عرب. وهتساعد ناس حواليك، والدنيا عندك كويسه قوي قوي. كبرياء وعزه نفس وحساس. انا بقى ازود بقى كارت حساس، حساس جدا. وعندك ثقه طبعا في نفسك، يعني يا رب تكون في محلها. بس انت عندكم ثقه في نفسكم جامده جدا فعلا، وتطلع للامام، وحاجه حلوه قوي قوي. هتحتار قبل لما الحاله الماديه تتحسن، ما تحيرش نفسك كتير، ان شاء الله الدنيا هتظبط والحاله الماديه هتتحسن. الخساره دي هتبقى عوضها ازاي؟ هتبقى باصص كده اعوضها ازاي؟ ان شاء الله هتكون حاجه بسيطه وهتتعوض بسرعه، يعني فوق ما ممكن تتخيل ان شاء الله. في هنا ارتباط، في لو انتوا اتنين لسه في مرحله تعارف، ان شاء الله هيحصل خطوبه او اتفاق على حاجه نحو المستقبل. اللي متجوزين ومرتبطين اوريدي برضو بيتفقوا على حاجه نحو المستقبل، بيرتبوا لمستقبلهم، نسافر ما نسافرش، وشكل فيه سفر. نايت اوف وانز، سفر، تغيير مكان، تغيير بيت، بتعملوا حاجه، شغالين على حاجه. الحالة العاطفية، أو أنا شايفة إن دي كوبايات، فالحالة العاطفية عندك أنت حاسس بالرضا يا عقرب، مبسوط مش متضايق، الحمد لله، وبتقول الحمد لله، حاجة حلوة جدا جدا. الكارت ده بيطلع لك دايما يا عقرب وبيفضل يتكرر. الكارت ده بيدل على إنك أنت بتتحمس قوي في البدايات، في بداية أي شيء جديد متحمس جدا، وبعد كده بتفقد حماسك، تزهق. لا معلش، حاول تكمل الحاجة اللي أنت بتبتديها. وخلي بالك برضو من الناس اللي جنبك اللي بينصحوك، ناس قريبين منك جدا وبينصحوك نصايح مش مفيدة. The Star ده كمان بيقولك انت مركز في حاجة ومتجاهل حاجة تانية اهم، بغض النظر طبعا عن الحيرة، هو كمان بيشير للحيرة، بس كمان انا كمان بقى بيوحي لي ان هو بيوحي بالديستراكشن، ان انت you're distracted، مش مركز في الحاجة المهمة، وباصص على حاجة صغيرة جدا عمال باذل فيها مجهود جامد جدا. فحاول تركز يعني توفر طاقتك للحاجات المهمة. اتفقنا؟ هلخص القراءة، في هنا ارتباط، الناس اللي لسه ما ارتبطوش، في ان شاء الله ارتباط نحو المستقبل. المرتبطين برضو بيتفقوا على حاجة مع بعض، قاعدين از كابل كده بيتكلموا وبيحددوا مصير. في خسارة جاية بس ما تخافش منها، واتمنى تكون حصلت ووقعت اوريدي، لان في تحسن مادي جامد قوي بعدها ان شاء الله، وهتتحسن اكتر كمان، يعني التحسن هيكون على مرحلتين مش مرحله واحده. في سفر ان شاء الله، او تغيير بيت، تغيير مكان. الحمد لله الحاله العاطفيه عندك كويسه، مستقره، ما فيهاش مشاكل. نكمل، ما نزهقش على طول، اول لما نبتدي الحاجه ونتحمس كده، لا كمل. ونخلي بالنا من الصورة الأكبر، خلي بالك من الصورة الأكبر. الحيرة اللي عندك دي بالنسبة للحالة المادية، ما تحيرش نفسك قوي، إن شاء الله هي هتتظبط لوحدها، هتتظبط لوحدها خالص.
دي المرحلة الثالثة، القراءة العامة بتاعتها. تعالوا نشوف الحالة العاطفية. 19 نوفمبر حبيبي، ده الثالثة اللي احنا فيها دلوقتي. انا ثالثة وانطبق الاولى، مفيش مشكلة يا نهى، تمشي مع الاولى، امشي مع القرارة تنطبق عليك، لان مسافة شهر دي مش بعيدة على فكرة، يعني من اسبوع لاسبوع لاسبوع، مش قصة. فممكن لو قراءة المجموعة الاولى انطبقت عليكي اكتر امشي معاها. وربا لاف عمر، هنبتدي حالا قراءة الحالة العاطفية للمجموعة الثالثة. القوس اتقال يا منى، موجود في الصفحة حبيبتي، شوفي مسجل. يعني ايه شو يعني قرايتي؟ انت عايزه تعرفي برجك ولا عايزه ايه بالظبط؟ 27/10 ده 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 انت مجموعة أولى حبيبتي. القوس اتقال موجود، الله ينور، بشكرك يا حسن الشيخ، بشكرك. طيب اوكي، فاطمة بتعيطي ليه؟ عايزة ايه يا حبيبتي؟ اوكي، can you please check what pierces كاميليا، you mean pisces. لو قصدك على برج الحوت، pisces it's in the page, you will find it recorded in the videos. انا مش فاهمه حاجه، ليه يا ميره؟ قولي لي حبيبتي افهمك ايه اللي انت مش فاهمه، انا فاهمه لك حالا. مش فاهمه المجموعات ولا مش فاهمه الموضوع ككل؟ اوكي طيب، لغايه معاكي ولا ولا هترد على كل اسئلتك، ما تقلقيش. ايه دليل الورق ده؟ انا مش فاهم ازاي بتعرفي وايه الفكره. طيب بصي يا فؤاد، هو ده موضوع يعني طويل قوي ومتشعب جدا. الكروت دي من قديم الازل، يعني موجوده من زمان جدا، استعملها اليهود في الاول زمان خالص، بعد كده اخذوها الكنيسه، المسيحيين استعملوها، وليها مدارس بتتدرس. يعني الكروت دي متقسمه قرايتها لثلاث اجزاء، انا هحاول اقول باختصار. جزء في علم نفس، وفي جزء ليه علاقه بالفلك، وفي جزء ليه علاقه بالطاقه، بس الجزء الاكتر هو اللي ليه علاقه بالطاقه. الموضوع طبعا بيجي بالتدريب وبالتمرين، بتذاكر الكروت دي كويس جدا، طبعا في نسبه حظ غير طبيعيه وقابل للصواب والخطا، مفيش كلام في الموضوع ده. لكن على حسب بقى الموهبه اللي تبقى عند كل قارئ، في ناس القراءات بتاعته بتظبط وفي حد لا. لحد دلوقتي معايا انا بتظبط، فمعناه ان انا القراءه عندي واضحه، الطاقه بشوفها واضحه. كل كارت بيبقى ليه معنى، احنا لازم بنحفظ الاول حاجه في الاول كمبتدئين، بنحفظ معاني الكروت، بعد كده احنا بنبتدي نشوف كل كارت رسالته ايه ونبتدي نقولها. بس ادي كل الموضوع، واسمها طبعا كروت التارو ومعروفه من زمان جدا. كتير رايح انام ليه كده يا رانا؟ حد ينام دلوقتي يا بنتي؟ لسه بدري. دلو اهلا بيكي يا صاحبه السعاده، نورتي اللايف. برج الدلو اتقال خلاص، موجود في الصفحه، احنا خلاص اخر الشهر فقلت كل الابراج، الدلو موجود، فاضل لي بس العذراء، هيتقال بعد بكره، هتلاقيه مسجل، ادخلي اسمعيه واتمنى يعجبك. طيب الحاله العاطفيه للمجموعه الثالثه والاخيره برج العقرب. طب مالك يا عقرب، في ايه؟ لا حقيقي مالك، في ايه؟ العقرب عايز ايه؟ عايز تطور مادي دلوقتي. حاسس ان هو جوه عاصفه في العلاقه، ان هو الحب بايظ، العلاقه بايظه، وانه الدنيا، وان هو مجروح، وان هو خلي بالكوا العقرب برضو حساس قوي وبيفترض حاجات يعني ممكن تكون مش صحيحه على فكره، واعتقد ان هي مش صحيحه المره دي يا عقرب. عايز يخرج من حاله الجرح اللي هو فيه ده. شايف شريكه ازاي؟ شايفه بيبعد عنه، سايبه وماشي وبيبعد.
الشريك عايز ايه؟ الشريك عايز يحتفل معاك، الشريك عايز لو انتوا لسه ما ارتبطتوش عايز زواج، كارت اصفر منور حاجه حلوه جدا يعني، هو واحتفال يعني، هو عايز حاجه حلوه جدا معاك، ونفسه في ايه؟ عارفين نفسه يجيله تبلد ويبقى بيحارب الحرب كده، وهو مش يعني يبين لك ان هو تمام بس شكله مش قادر، شكلك ضغطه جامد يا عقرب. بيقاوح، عمال يقاوح، بيعافر معاك جامد وبيحاول يبين ان هو كويس بس هو انت مبهدله جامد. شايفك ازاي؟ شايفك انت كمان بتهرب، بتهرب ويعني مش عايز، ما مش عايز تواجه، ما بتواجهش. افتكر انت ما عندكش كلام تقوله يعني، انت لو هو واجهك قالك هو انت بتعمل كده ليه، هيبقى ما عندكش اجابة اصلا، انت مش عارف انت بتعمل كده ليه. الطاقة ما بينكم عيلة جديدة او عيلة سعيدة، بس هو عيلة جديدة لو انتوا لسه ما ارتبطتوش. لو انتوا مرتبطين فانتوا عيلة مترابطة وعيلة سعيدة وحاجة حلوة قوي. ايه بقى اللي جايب كل الحاجات دي؟ متاعب، انتوا الشهر ده فيه متاعب ودنيا كله بقى ايه، حزنان وحزن وحاجة يعني صعبة قوي، بس في طاقة جديدة داخلة الشهر اللي جاي ان شاء الله بإذن الله، طاقة أمل وطاقة خير وطاقة رزق وحاجة حلوة جدا إن شاء الله. في تغير هيحصل الشهر اللي جاي، حصل حاليا كويس، حصل إيه؟ البعد، الانفصال. الشهر اللي بعده هتبقى الدنيا إيه، طالعة نازلة يعني، هو شوية كده شوية كويسين وشوية مش كويسين، وده على فكرة ده حال الناس كلها. طيب انا شايفه والله اعلم يعني، ما اعرفش اذا كنت غلطانه ولا لا، يا عقرب انت مزودها، انت حساسيتك وقد ايه، انت مرهف بالاحساس قوي، حساسيتك هي اللي عامله المشكله دي. اوكي، شريكك انا شايفه ان هو بيحبك جدا وانت كمان بتحبه جدا، ومفيش داعي خالص للي انت عامله ده يعني، ما تروقوا كده، مش تروقوا.